لم يكن يعلم الشاب الكيني أنه سيكون الأكثر شهرة في مونديال قطر. وإليكم مشاهدين الكرام حكاية هذا الشاب المسمى أبو بكر عباس، وهو شاب من كينيا يبحث عن عمل، قدم للعمل ضمن فريق المتطوعين للعمل في مونديال قطر، وبعد فترة أتته الموافقة وكانت المفاجأة. فالعمل أو المهمة التي أوكلت لأبي بكر هو الجلوس على كرسي وميكروفون وفي يديه الأخرى جوانتي كرتوني إشارة مرور. مكان المهمة هو سوق واقف في المساحة ما بين السوق والمترو، مهمته إرشاد الناس الخارجين من السوق إلى المترو، ومسرود له مهمة قول كلمة أو كلمتين مترو ومترو دسوا. حفظ المشجعون هذه الجملة وصارت ترند في قطر، اشتهر بها الشاب الكيني. الجميع يأتي إليه لأخذ الصور وتقليده، وهناك من لحن هذه الجملة بألحان مختلفة. قامت قطر مشاهدينا الكرام بتكريمه ومددوا له الفيزا لسنتين إضافيتين وجعلوه سفير لمترو قطر وسجلوا صوته وعمموه على كل محطات المترو. مترو 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 مترو